قناة دينك نجاتك للتصاميم الدعوية. نعم أيها الإخوة، قلنا إن الصيام إذا كان فرضا فإنه يشترط لصحته تبييت النية من الليل عند جماهير العلماء من السلف والخلف، وقد جزم بعض أهل العلم بالإجماع عليه لهذه الأحاديث التي سمعناها. ثم اختلف العلماء في أمرين: الأمر الأول، هل تشترط نية التعيين؟ ما معنى نية التعيين؟ أن ينوي الإنسان صيام رمضان. قال العلماء: إذا لم يكن للصيام الواجب وقت خاص به فإنه لا بد من نية التعيين. مثال ذلك القضاء. القضاء ما له يوم خاص، يمكن تصوم الأحد، يمكن تصوم الاثنين، يمكن تصوم الثلاثاء، فلا بد من نية التعيين، أن ينوي القضاء من الليل، لا بد من أن يعين القضاء، ما يكفي أن ينوي الصيام، لا بد أن ينوي القضاء. يريد أن يبدأ صيام شهرين متتابعين لأن عليه كفارة، لا بد أن ينوي صيام هذه الكفارة لأنه ليس له وقت معين. أما إذا كان له وقت معين وهو صوم رمضان المعروف بشهره، فهنا ذهب الجمهور إلى أنه لا بد من نية التعيين، يعني لا بد من نية الصيام ونية التعيين، أن ينوي صيام رمضان، أن ينوي صيام رمضان. والحنفية والإمام أحمد في رواية قالوا لا، ما تشترط نية التعيين، المهم أن ينوي الصيام. لماذا؟ قالوا لأنه متمحض، الوقت متمحض لصيام رمضان، ما يحتمل غيره، فما دام أنه متمحض بذاته فلا يحتاج إلى نية خاصة، لا يحتاج إلى نية خاصة، وهذا أقرب والله أعلم أنه لا يحتاج إلى نية، وإن كان الأولى بالإنسان أنه لا بد من نية التعيين. نحن نتكلم عن نية التعيين لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن نحن هنا نقول إنه لم ينوي غيره لكنه لم يعينه، والغالب أن المسلم إذا لم يعينه إنما هو مكتفي بالمعلوم. المعلومة، لو قلت لأي مسلم ليلة رمضان أنا غدا صائم، هل يظن أنك تصوم الاثنين والخميس؟ كل مسلم يعلم أنه صيام رمضان، أنه صيام رمضان. المسألة الثانية، هل يحتاج كل يوم لنية؟ هل يحتاج كل يوم في رمضان لنية؟ أو تكفي النية الأولى في أول الشهر؟ الجمهور على أنه لا بد لكل يوم من نية، كل ليلة لا بد أن توجد النية بعد المغرب وقبل الفجر، يعني من بعد المغرب إلى قبل الفجر لا بد أن توجد النية. فإن نوى ليومه التالي قبل المغرب ثم لم ينوي بعد ذلك لم تحصل النية، وإن نوى بعد الفجر لم تحصل النية. وذهب المالكية إلى أنه تكفي نية واحدة في أول الشهر، إلا إذا كان الإنسان يمكن أن يصوم ويمكن أن لا يصوم، لابد من نية حتى عند المالكية. متى هذا؟ إذا سافر مثلا،
إذا كنت مسافرا ذهبت للعمرة، ذهبت للعمرة في رمضان، يمكن أنك غدا تصوم ويمكن أن تفطر لك ذلك. فإذا أردت الصوم لابد من تبية النية لهذا اليوم. طيب الغد نحن سنبقى 3 أيام في مكة، اليوم الأول نوينا الصيام، في الغد يقولون يجب أن تبيت النية. لما؟ لأنك يمكن أن تصوم اليوم الأول وتفطر اليوم الثاني، فلابد من تبييت النية. إذن يا إخوة، إذا كان الإنسان مخيرا بين الصوم والفطر في رمضان فإنه يجب أن يبيت النية لكل يوم عند الجميع. أما إذا لم يكن مخيرا مثل المقيم الصحيح فإن المالكية يقولون تكفيه النية الأولى ثم يحكم بوجودها، وهذا الصحيح الذي يتفق مع قواعد الشريعة أنه تكفي النية الأولى في أول الشهر، لأنه لما نوى أصبحت موجودة ولم ينوي قطعها ولم يلحقها قاطع، فيكون كمن نوى في أول الصلاة ثم غفل عن النية. إخوان أكثرنا، لا أريد أن أقول كلنا، إذا صلينا أكثرنا يدرك الصلاة في أولها ثم ينسى حتى أنه في صلاة. الله أكبر، الحمد لله رب، ثم يخرج، ربما يسافر خارج البلد. فهنا الإنسان ذهل عن النية في داخل الصلاة، لكن هل نوى غيرها؟ الجواب لا، إذن صلاته صحيحة. فكذلك ها هنا لما نوى في أول الشهر انعقدت نيته، فما دام أنه لم ينوي غيرها والشهر متصل فإن نيته صحيحة، إلا إذا انقطع الصوم فإنه لا بد من تجديد النية. مثال ذلك امرأة صامت في أول الشهر ثم حاضت في اليوم العاشر ثم طهرت، فإنها إذا طهرت يجب عليها أن تبيت النية لليوم التالي ثم تستمر نيتها واحدة. إنسان في يوم 15 من رمضان ذهب إلى مكة وقال أريد أن أخذ بالرخصة وأفطر ثم رجع، يجب أن يبيت النية لأنه حصل للنية الأولى قاطع فلم تبقى قائمة. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في هذا. يبقى القسم الثاني وهو أن يكون الصوم تطوعا، أن يكون الصوم تطوعا. وصوم التطوع يا أخو على نوعين، صوم التطوع على نوعين. النوع الأول التطوع المطلق بأن يصوم الإنسان يوما، فهذا قد اختلف فيه أهل العلم هل يشترط له تبييت النية أو لا. فذهب الجمهور إلى أن التطوع المطلق تصح نيته من النهار، يعني يصح بنية من النهار لما جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها فيقول هل عندكم شيء، فإذا قالت لا قال فإني إذن صائم. هذا حديث عند مسلم. فظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا لأنه يقول هل عندكم شيء، والمعلوم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا فعل شيئا أثبته، فلو كان صائما لما قطعه
صلى الله عليه وسلم. إذا كان مفطرا أو كان يريد الفطر لم يفطر لما يفطر، لكن لم ينوي الصوم. فإذا سأل هل عندكم شيء؟ قال والله ما عندنا شيء. قال إني إذن صائم. طبعا المخالفون أول هذا قالوا هذا خبر، قال إني إذن صائم يعني من الأصل وأنا صائم، لكن هذا تأويل لا يسنده دليل. بل في رواية عند البيهقي وقال بإسناد صحيح قال فأصوم إذن، فأصوم ما قال فإني صائم، فأصوم إذن. فهذا صريح في أنه صلى الله عليه وسلم إنما نوى ذلك عندما علم أنه لا يوجد شيء. ثم اختلف هؤلاء، فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه إنما يصح بنية قبل الزوال، قبل الزوال، قبل الزوال، أما بعد الزوال خلاص. لماذا؟ يقول لأنه إذا جاء الزوال فقد ذهب أكثر النهار، إذا جاء الزوال فقد ذهب أكثر النهار، فقد مضى أكثر النهار فلا تصلح النية. وذهب الحنابلة إلى أن له أن ينوي في أي ساعة ما دام لم يسبق ذلك فطر، لم يأكل ولم يشرب ولم يفعل مفطرا، حتى لو بعد الزوال، حتى لو العصر، لعموم النصوص، ولأن النهار لا يتجزأ في الصوم، فإذا صح في أوله صح في آخره، إذ أن الصوم لا يتجزأ في يومه. الحالة الثانية طبعا ذهب المالكية إلى أنه لا بد من نية من الليل في صوم التطوع لعموم الأحاديث التي ذكرناها، لكن كما قال العلماء الخاص يقضي على العام، الخاص يقضي على العام، فالراجح قول الجمهور. النوع الثاني التطوع المعين، التطوع المعين يوم عرفة، يوم عاشوراء، الست من شوال. فهنا اختلف العلماء، فذهب أكثرهم إلى أنه يصح بنية من النهار، يصح بنية من النهار، لأن النية تصحح اليوم كله. قالوا ما عندنا نصف يوم صيام، ما دام أنه صح بالنية فقد صام اليوم كله، فيكون صام ستة أيام. وبعض أهل العلم يرون أنه لا بد من نية من الليل وإلا فلا يصح، وكان شيخنا الشيخ بن عثيمين يذهب إلى هذا ويقول مثلا في ستة الستة من شوال من صام من نوى من الظهر، يقول هذا ما صام ستة أيام، صام خمسة أيام ونص. لكن الشيخ نظر إلى الثواب، والثواب محل خلاف سأتكلم عنه الآن. أما اليوم فلا شك أنه قد صام يومه كله، بدليل أنه لو شرب ماء بعد الفجر ثم جاءنا في الضحى وقال أريد أن أصوم، نقول له ماذا؟ ما يصلح بالاتفاق لأنه قد أفطر. فاليوم لا يتجزأ في الصيام، فإذا صحت النية صح صوم اليوم كله. وبالتالي الراجح هنا أنه في جميع صيام التطوع حتى المعين يصح بنية من النهار، بشرط أن لا يسبق هذه النية فطر. ثم اختلف أهل العلم
على ماذا يثاب من نوى من النهار. أنا والله قبل الظهر ما أكلت لا شربت، قلت لماذا لا أصوم؟ نويت الصيام في قلبي وصمت. إذن أنا صمت من الظهر، فهل أثاب على اليوم كله أو أثاب من وقت النية إلى الفطر؟ بعض أهل العلم قال يثاب على اليوم كله لأنه قد صام اليوم، لا يوجد ناس صام نصف يوم صام ثلث يوم، قد صام اليوم كله. وفضل الله واسع، وفضل الله واسع. وقال بعض أهل العلم، وهذا الذي كان يذهب إليه شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أنه إنما يثاب من وقت نيته، من وقت نيته، لأن ما قبل النية لم يكن عبادة، ما قبل النية لم يكن عبادة، وإنما صار عبادة من وقت النية، فلا يثاب إلا على ما نوى. لكن الذي يظهر والله أعلم أنه يثاب على اليوم كله، يثاب على اليوم كله، لأن صحة الصوم لليوم كله. لكن لا شك أن من نوى الصيام من الفجر أكثر أجراً من من نوى الصيام من الظهر، لا شك في هذا. لكن هذا لا يمنع أن من نوى من النهار يؤجر على اليوم كله، وهذا هو الأظهر المتفق مع قواعد الشريعة فيما يظهر، والله أعلم.